هي نجمة لمعت في سماء الدراما الخليجية وأشاد بها المخرجون والنقاد بعد نجاحاتها المتتالية في العديد من الأعمال الدرامية. منو ما يتذكر كريمة؟ سكر محلي محطوط على كريمة. Presenting the following award, please welcome on stage Naila Al-Khaja and... ما شاء الله ثنائي ما رحلتوا سارة ونور. هلا والله. هلا هلا. شخباركم؟ اليوم هاي الجائزة حق أهم نجمة في الدراما استوت من الممثلات المهمات في مسلسلات خاصة في رمضان. وايد فاجأت المخرجين وأبدعت. صارت من أهم اختياراتهم، كانت في دور من دفعة القاهرة إلى جمان إلى آخر أدوارها في مسلسل من شارع الهرم. يمكن بعضكم عرفتوها. أحب أحيي وأقولكم أن الضيافة award goes to نور الغندور. Starting her career in hosting TV shows in Kuwait, Noor Al Ghandoor soon became one of the fastest rising actresses in the GCC. Her talent was seen in several hit series such as Juman, Hudn Al Shuk, and many others, before taking Ramadan 2022 by storm through her role as Karema in Menchera Al Haram Ella. And to this day, Noor shows no sign of slowing down, with many groundbreaking acting projects on the way. Diafa honors Noor Al Ghandoor. جميعاً طبعاً أحب أشكر مهرجان ضيافة على هذا التكريم العظيم، على أمل أن احنا نسعى دائماً لتقديم الأفضل والارتقاء بالفن العربي، وأكيد أحب أشكر دولتي الثانية دولة الإمارات على احتضانها الدائم ودعمها للمواهب وللشباب، شكراً. وأكيد أشكر الجمهور العظيم اللي احنا من غيره مش ممكن نوصل لهذا النجاح ولا ممكن نوصل لهذا المستوى. شكراً على حبكم، شكراً على ثقتكم، شكراً لأسرتي إن هي دائماً في ظهري ودائماً دعمتني، وأكيد شكراً للأسرة الثانية هيو مانجمنت. شكراً على كل مجهودكم وشكراً على كل شيء تقدمون لي إياه. صراحة من صرنا ويا بعض وإحنا دائماً متقدمين وناجحين. Thank you. Thank you. شكرا. ألف مبروك يا نور، تستحقين. شكرا. Congratulations نور. Well deserved.